دلوقتي انا هقلب النبيت اهوت، هشيل الخرطوم من قلب المايه كده اه، وهنفتح طبعا. الريحه طلعت اول ما شلت الخرطوم، لان في ايه، في غازات شغال. طبعا بيبقى في قطرات ميه هنا يرسل ايه الميه دي ايه تنزلها هنا تمسحها الحته. شايفين عامل ازاي عايم كله على الوش؟ فاحنا بن ايه ممكن اهو نبدأ ننزله تحت تاني اهو عشان تتم عملية التخمير كما ينبغي. تمام نرجع الموضوع كما كان. نشفت نمسح اي قطرات ميه موجوده هنا اهو عشان ما تنزلش عليه تحمض. نروق دي كده ونبدأ ايه نقفل تاني. نبدأ نحط كوباية المية، نحط في قلبها الايه خرطوم تاني. اي غازات بتطلع من طريق الخرطوم بتطلع من قلب الايه من قلب المية، وهكمل معاكم. زي ما احنا شايفين برضو الايه قطرات المايه اللي تبقى موجوده هنا ده ننزلها بعيد عشان ما تنزلش في البتاع. ثالث يوم بس هنغطي واجيلكم في اليوم التالي برضو في التقريب.
يطلع من جنبنا، طور نفسك من الجنب، من الجنب من الزاوية. احنا استنى ارجع دلوقتي. احنا عدى على عملية التخمير بالظبط 5 ايام 6 ايام. شلت اول طبقة من يوم، ودلوقتي انا هصفي عشان عاوز اوقف التخمير على كده. يلا يا ابني صفي. اقول لكم بقى الريحة خطيرة. واحدة واحدة، واخدة واخدة يا حبيبي. بالراحة. وقف وصب، شوف بص. ديت ايه حتة تل كده بتساعد على ان التصفية تمام. يعني حط حبيبي رج كده وقل. وقف يا حبيبي، وطي، وقف يا مساعد. هو انت قرفنا في المكنة وقرفنا في النبيت، انت يا مساعد انت بس سيبها مساعد، سيبها مساعد. خد لك اللقطه، خد لك اللقطه دي يا مساعد، سيبها هي كمل بقى مع نفسك. نمها على بعضها، اصبر بس دقيقه واحده. شوف مبسوط، امسك يا مساعد اصل هتنقطع. لا هي ما تستحملش، بس سيبها بقى عشان انت بكده بتعجن الدنيا. هي الحتة دي انقطعت دلوقتي؟ لا يما. خدناها. ينفع كده يا مساعد؟ بس سيبها بقى يا حبيبي شوية، سيبها شوية. هنصفي ونرجع لكم. في استفسارات كتير وفي أسئلة كتير بتيجي عن الموضوع ده أهو. هنجاوب عليها خلال الأجزاء اللي جاية بعد كده. يا ريت تتابع الأجزاء دي عشان مهمة. بنتعمد انها تكون خطوات تفصيليه عشان الاجزاء اللي كانت قبل كده ما كانش فيها حاجات تفصيليه، وكانت لنا اسئله كتير منتجات كتير. فاحنا خلال الاجزاء اللي احنا نعملها ديت هنجاوب على كل الاستفسارات. يا ريت تدعمنا على حساب باترون الخاص بالقناه، الرابط بتاع حساب باترون موجود اسفل صندوق الوصف. كمان في مدونه الكترونيه للقناه، ادخل على المدونة مش هتندم انك دخلت، لان فيها موضوعات متنوعة جدا وهتعجبك جدا جدا. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. تك على زرار الجرس لو انت مشترك جديد عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها جديدة.
قناة الموسوعة خاصة، قناة قناة الموسوعة قناة شاملة لكل أفراد الأسرة، فيها فيديوهات عن كل الأمور الحياتية، الطفل هيستفاد منها، الشاب هيستفاد منها، الأشخاص البالغة تستفاد منها. فيها فيديوهات تعليمية، فيها فيديوهات عن الزراعة، فيديوهات عن المطبخ، فيديوهات عن الصحة، فيديوهات عن التعليم، فيديوهات عن الدعم النفسي والتنمية البشرية، فيديوهات عن العلاقات الأسرية. فيها قائمة للمنوعات، حاجات هتعجبك جدا، حاجات كوميدي وحاجات للترفيه. فيها فيديوهات عن الصيانة، من أهم الفيديوهات الموجودة في القناة واللي بتميز القناة الصيانة بجميع أنواعها، صيانة الأجهزة الإلكترونية وصيانة الأجهزة الميكانيكية. قناة متنوعة وهتعجبك جدا إن شاء الله، وإن شاء الله هتساعدك في حل بعض المشاكل اللي بتواجهك في حياتك. يا ريت ما كنش ضيف تقيل على قلبكم، ما كنش وجعت لكم دماغكم، واستحملونا. يلا سلام.